She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time, it's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. Oh,
اليوم ها هو يا سطحت الشتاء وداب كاع داك التلج اللي طاح. المهم حيت اليوم الحد ما كاينش الخدمه في هاد لو تيغان، وان شاء الله الرحمن الرحيم عاوتاني يبداو لي طرافو ونعاود نصورو لكم، لان كل نهار غادي نصورو لكم شويه بشويه حتى نوريكم كيفاش. او لا ماشي كل ما نقدرش كل نهار، وانما على الاقل كل اسبوع باش نوريكم فين وصل هاد لو تيغان هذا. وانتوما معانا. هاد يومين في 4 ايام هادي داز واحد الكز في شي شكل، ولدرجة بدات يطيح كل شي، والشجر طاح على الديور وهرسهم، والطوموبيلات طارو، وداك الشي في شي شكل. لدرجة انا عندي دوك المحابق الكبار التقاليم اللي قدر حتى شي واحد يزعزعهم طارو طاحو، فهمتوني؟ الوغ من بعد شرقات الشمس شي شويه شوفها الحال بارد، ايه باقي مقلاصي، ولكن حيت مع التراب ومع الرمله دغيا داك الثلج اللي كان فوق هذيك فوق هاد الرمله داب، سكي فيها لو تيغان فين واصل دابا اليوم، فهمتوني؟ يعني غادي نبقى كل نهار، نقدر كيف قلت لكم كل سيمانه باش يكون تبديل كيفاش بداو تا الاخر ديالو. وتهلاونينا في راسكم. هنا فين وصلوا، يلا بداو تيصوبوا داك الحلبه، ها هي هي، يلا داب الثلج هادي سيمانه، وحطوا داك الفرخ بحال دابا هذاك غادي يلعبوا فيه الدراري الصغار. هاد الفرخ شتيوه؟ هو طلعوا فيه الدراري الصغار مصوب من العود، يمكن باقي ما عرفناش. المهم احنا غادي نعاودو نصورو مره اخرى. هانتوما بيت الشتا تصب وسقات مزيان داك التراب، نتمنى من الله غادي ينوض دغيا داك الغازون. ما عرفتش واش غادي يديروا الغازون دابا، يلا حوطو الجناب بلي بلونت، ولكن ما عرفتش واش غادي يديروا الغازو الاصطناعي او لا. ظني تيقدروا يديروا يخليوه يديروا داك اللي تينوض دغيا تيسرع باش يكون طبيعي، باش الناس تقدر يعني تكون عندهم يديروا هكا يلعبوا الدراري ولا هذا. المهم هذا شهر 6 في النص ديالو، وبيت الشتا تصب، ونتمنى من الله خير. هادشي اللي كاين هانتوما، هذا تي بارك تيخرجو حتى هو قدام سميتو. المهم تيحاولوا يصنعوا حيت بناو كلشي بزاف د العمارات، سكيفي ما بقاتش الارض، والحمد لله اللي داروا هاد البارك حدانا باش الانسان يتنفس شويش. كاينين لي بارك مقدام، مي هذا جديد هما تيصوبوا فيه. ايوا كل نهار نصور شي شويش باش نوريكم فين وصل هاد الشيء هذا. Zamanı kopmadan,
الناس دخلت اليوم وداك الشيء غزال والجو زويوين والناس جات تشوف وتتلعب مع وليداتها هانتوما هي فوالا والصحة والراحة فوالا